مش عارف الوزن شريف حاجة. شريف خير يا عم. شريف خير منكم مكان برحب حضرتكم مع حسام علي في باب جديد، يعني اللي حضرتكم مع زائر الفنانة القديرة نهى كشدي اللي رحلت عن عالم مساء يوم الجمعة، وتم تشييع البثمان من مسجد الكويكبي بالعجوزة في بعد صلاة العصر بالعجوزة. طبعا زي ما حضرتكم شايفين عدد من نجوم الفن حضر لتقديم وجب العزاء، أبرز النجوم حتى الآن الفنان ياسر الهلالي والفنان والفنان ايضا هشام والفنان المنتج هشام جمال والفنان احمد السقا، وحرص عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء، وايضا الفنان رمين فاي والفنانه ساره سلامه ومنال سلامه وشريف سلامه وزوجته الفنانه داليا مصطفى، حرصوا على تقديم وحضورهم في عزاء المغفور لها باذن الله تعالى الفنانه القديره نهاد رجلي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. طبعا يعني الفنانة نهاد رشدي من الفنانات اللي ليهم يعني دعا كبير في تاريخ السينما، في تاريخ الدراما المصرية، ويعني مشهورة بدورها دور ثنائية في أنا مش كده. أنوشكا محمد رياض. هذا حركم شايفين مصور الفنان محمد رياض والفنانة أنوشكا لتقديم وجب العزاء لأسرة الفنان لأسرة الفنانة نهاد رشدي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد رحمة الله عليها، وغفر لها واسكنها فسيح جناته، وألم أهلها وزويها ومحبيها وجمهورها الصبر والسلوان. انا حاطه لا انا حاطه اسمها كده انا لسه جايه
لما اطلع هوريهم لك، لما اطلع هوريهم لك. في فنان تاني اللي هو كان بيعرج ده مع احمد بدير، اسمه ايه اللي كان بيعرج ده؟ اسمه ايه؟ إذا حضراتكم شايفين خروج الفنانة نهى العنبر بعد واجب العزاء لأسرة الفنانة نهى رشدي. زي ما حضراتكم شايفين خروج الفنان احمد عبد العزيز بعد تقديم واجب العزاء لاسرة الفنانة الراحلة نهى رشدي. طبعا لاسرتها مسجد الشرطة في الشيخ زايد رحمة الله عليها ويغفر لها سكنها فسيح جناته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.